السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم الأخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. اليوم غنصاوب معكم واحد الأكلة اللي فيها الحوت بعد ما غسلته بمليحة وشوية الخل، ودابا عندي العطرية، عندي الكمون، معلقة صغيرة ديال الزنجبير، ديال معلقة صغيرة ديال الكمون، ديال الإبصار، ديال الملحة، ديال التحميرة، ديال الثومة باودر، وعندي هنايا شوية اللمن، شوية ديال السيترون مقطع، وعندي الثومة، الثومة طريفات، والثومة مقطعة تشات مقطعة صغيرة. عندي هنا بصيلة، عندي الفلفلة خضراء والفلفلة حمراء، وغادي نزيد بطاطا وخيزو. يلا خليكم معايا البنات، انا غنشرب الحوت ورجع معنا. هنا البنات حطيت واحد شوية الزيت، وغنزيد فيه كل شي، ديك العطرية اللي صاوبت، وغدا نشرمل فيها الحوت اللي عندي. خليكم معايا البنات، كنتمنى هاد الأكلة تنال الإعجاب ديالكم. وهنا الغزالات، عندي بطاطا قطعتها صغيرة ودرت فيها شوية ديال الربيع، الكورياندر، القزبرة، وشوية ديال الأوريغانو، الزعتر، وشوية الإبزار والملحة، شوية الملحة وشوية الإبزار وشوية البابريكا. غادي نزيدها هنا الغزالات الشرمولة اللي شاطت ليا، اللي شرملت فيها البطاطا وخيزو، زدت عليها واحد نص معلقة ديال الصوص ديال المطيشة، صوص توميرو، صوص ديال المطيشة، وغادا نديرها فوق البطاطا وفوق. هنا شرملت واحد المطيشة وغادا نديرها من الفوق، وغادا ندير كلشي في الفران. يلا خليكم معايا البنات، كنتمنى هاد الأكلة تنال الإعجاب ديالكم. مع السلامة. هنا الغزالات، ديك المطيشة اللي حمرت غادا نديرها من الفوق، كتعطي واحد الفليفر زوين للحوت إلا كانت محمرة شوية في الزيت.